المتوقع للنادي الأهلي. الأهلي في مباراة اليوم، برضو قول لنا التشكيل المتوقع للنادي الأهلي. النادي الأهلي 4-2-3-1، رامي ربيعة طبعا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة وياسر إبراهيم اثنين مساكين، علي معلول ناحية الشمال، محمد هاني ناحية اليمين، أليو ديانج، عمرو السولية قدامه، محمد مجدي قفشة كصانع ألعاب، على اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال جيرالدو، وقدام جونيور أجاي. ده التشكيل المتوقع. مهم جدا ان محمد مجدي قفشه ينزل يسقط لتحت. لازم يعمل ان انت تنزل ما بين الاثنين الارتكازين دول عشان تقدر تبني الهجمه. وطبعا مهم جدا انطلاقات محمد هاني او احمد فتحي ناحيه اليمين، وانطلاقات برضو كذلك علي معلول ناحيه الشمال. ليه؟ لان انت الملعب مخنوق، يبقى قدامك حاجه من الاثنين او ثلاث حاجات. اول حاجه تعمل كرات عرضيه من الاطراف، دور علي معلول ودور محمد هاني مهم جدا. الحاجه الثانيه التسديدات من بره منطقه الجزاء مهمه جدا، دور محمد مجدي قفشه ودور عمرو السوليه النهارده مهم جدا في التحركات اللي جايه، ان دول يزيدوا. يبقى قلنا رقم واحد العرضيات، رقم اثنين التسديدات، رقم ثلاثه الحل الفردي. النهارده جرالدو لعيب مهاري قوي، لعيب سريع يقدر يفيدك في الحته في المساحات تحديدا اللي ورا حازم امام. اذا من الممكن ان نرى اليوم مساحات الحقيقه خاصه ب خلف اعتقد لاعبي الباكين بتوع نادي الزمالك. هم عندهم اللي بيشتغل عليها نادي الزمالك نادي الاهلي تحديدا يا كابتن اسلام، عندهم ثغرتين واضحين قوي قوي. الثغره الاولانيه المساحه اللي ورا حازم امام، تمام، دي يعني نقدر ان احنا نستغلها. لازم تلعب النهارده عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه لازم يديك التمرير الطولي، ولازم جيرالدو. انا بصراحه بشوف ان جيرالدو لما بيلعب مع علي معلول بيعملوا جبهه قويه جدا. فبالتالي لازم جيرالدو يخش دايما للعمق، وعلي ويعمل علي معلول يعمل الاوفرلاب من وراه. تستغل المساحات اللي في ظهر حازم امام. دي تمام. اول ثغره عند نادي الزمالك. اذا الثغره الاولى عند نادي الزمالك، المساحات المساحه اللي خلف حازم امام. وبالتالي الكل لازم يلعب في هذا الموضوع. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان نادي الزمالك عنده مشكله في الباك العكسي، محمد عبد الشافي او عبد الله جمعه، التغطيه العكسيه بتاعتهم سيئه جدا في العاب الهواء، مش في الارض، في العاب الهواء. لو حضرتك تفتكر جون حسين الشحات، حسين الشحات رجعها له لو استاذ سمير يجيب الهدف ده هتلاقي نفس اللعبه. عبد الشافي برضو لعبها لحسين الشحات. اذا انت مهم ان انت الجبهه دي تتكثف منها العرضيات. ليه؟ لان التغطيه العكسيه بتاعت عبد الشافي في العاب الهواء سيئه جدا. او الهدف قدامنا هو نفس بص حضرتك، مشكله عبد الشافي في التغطيه العكسيه او العاب الهواء تحديدا. هو سيء في العاب، يعني ضعيف في حته الالعاب الهواء. هو طبعا لعيب مقدم مباراه كويسه جدا في مباراه الترجي، ولكن حته العاب الهواء دي انت تقدر تستغلها. تمام. برضو معانا اكتر من حالات للثغرات. اذا هي اللعبه الثانيه اللي هي الكره المساحه اللي ما بين عبد الشافي ومحمود علاء. عبد الشافي اذا هي دي اللعبه الثانيه اللي بيلعب عليها، او من المفترض النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يلعب على هذا الموضوع طبعا. المساحه اللي خلف حازم امام والمساحه الواضحه اللي ما بين عبد الشافي ومحمود علاء، محمد عبد الشافي. الحاجه الثالثه بقى، الثغره الثالثه في نادي الزمالك دي هتبان اكتر لو النادي الاهلي جاب هدف مبكر. ايه هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول؟ ان الزمالك عنده مشكله في التمريرات الطوليه اللي في عمق الدفاع. لكن هو مداريها ان هو بيوقفهم في وسط ملعبهم، وبالتالي مفيش مساحه ورا باينه. فانت لو جبت جون بدري اللعيبه دي كلها هتطلع من بره منطقتهم، وهتعمل مساحات اكتر، وبالتالي تقدر تستغل نقطه الضعف الثالثه في نادي الزمالك وهي المساحات. وانا اعتقد ان جونيور اجاي مهم جدا النهارده كراس حربه مهاجم وهمي، هيقدر يسحب محمود الونش ويضحك على محمود الونش ومحمود علاء، ياخدهم معاه ويفضي المساحات في ظهرهم. دور اجاي مهم جدا النهارده. ده انا بشوف لما جونيور اجاي بصراحه بيلعب كراس حربه بتشوف اداء ممتع للنادي الاهلي. تمام. اذا اهم نقاط بقى القوه لنادي الزمالك، اهم نقطه قوه. قبل بس ما نقول لحضراتكم نقاط القوه اللي موجوده في هجوم نادي الزمالك، وصول لاعبي النادي الاهلي الى استاد اللي هتلعب عليه هذه المباراه على الهواء مباشره، استاد محمد بن زايد، الحقيقه واحد من التحف المعماريه المتواجده، التحف المعماريه الرياضيه المتواجده في دوله الامارات الشقيقه. وصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، زي ما حضراتكم شايفين دائما بنحاول نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره بكل ما يحدث في الامارات. بنشكر طبعا كل المجموعه اللي موجوده في الامارات ومتواجده، وبتحاول على قد ما تقدر ننقل لحضراتكم كل ما يحدث في الامارات. النجم الكبير كابتن احمد فتحي ووصوله ووصول لاعبي النادي الاهلي الى استاد محمد بن زايد. طيب تمام. وبرضه لو في اي حاجه يا شباب، احنا متواجدين. نقاط القوه لنادي الزمالك من وجهه نظرك احنا قلنا النقاط القوه في نادي الزمالك في الماتشين الاخر او الثلاثه الاخر تحديدا،
التحول السريع من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، الزمالك بيعمل ايه؟ سياسة الضغط بتاعته ايه؟ ان هو بيضغط في وسط الملعب، يعني زي ما قلنا كده هم واقفين 4-4-2، فبيبقى في ضغط من يوسف اوباما ومصطفى محمد. مجرد ان اشرف بن شرقي زي الهدف الثاني اللي احنا شفناه في شباك نادي الترجي، بن شرقي جه هنا وقطع الكوره بتاعت اللي هي بتاعت اللعيب اللي هو كوامي بونسو بتاع الترجي. نفس هو جه هنا وقطع منه الكوره، وبالتالي لما جه وقطع الكوره شفنا ان الهجم جه هنا بالظبط، هنا بالظبط في الحته دي، وبعدين راح اخدها في 5 ثواني وراح هنا. يعني بالظبط في 5 ثواني نقدر حتى لو عرضنا الهدف هنشوف نفس الفكره. دي خطوره ان انت مهم جدا ان اليو ديانج وعمرو السوليه يكونوا مركزين في التمرير. الهدف اتقطعت وفي 5 ثواني اشرف بن شرقي عدى وحطها في البعيده. وبالتالي انت بتتكلم في الهجمه دي كملت كام ثانيه؟ 5 ثواني. اذا لازم عمرو السوليه واليو ديانج يكونوا مصحصحين. ادي اليو، بص ده حضرتك ده كوامي بونسو اتقطعت، هم بيضغطوا في نص الملعب، سرعه تحول من الحاله الدفاعيه. واحده سمير ارجع 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 يا استاذ سمير ارجع ارجع سمير شويه. بص حضرتك ده كوامي بونسو هنا. الزمالك بيعمل ايه؟ بيضغط في وسط الملعب. دي سياسه اسمها سياسه الضغط في وسط الملعب. ده مش ضغط عالي، ده ضغط في وسط الملعب. لغايه اما بن شرقي قطع الكوره وهوب في 5 ثواني وصل هنا. اذا لازم عمرو السوليه واليو ديانج مش عايزين تمريرات خاطئه في وسط الملعب، ما ينفعش. ليه؟ لان انت عندك لعيبه سرعة زي اشرف بن شرقي وزي احمد سيد زيزو يقدروا يخلصوا سرعه التحول. برضو الهدف الثالث، الهدف الثالث بقى كربونه برضو من الهدف الثاني اهو. بص مين اللي قطع، مين اللي قطع الكره هنا؟ ساسي. ساسي ده ضغط في وسط الملعب. بص سرعه التحول هنا مثلا زمن الهجمه حوالي 7 أو 8 ثواني. اتلعبت برضو طوليه لعبد الله جمعه، هوب فرجاني ساسي هو اللي قطعها، هو اللي بدا الهجمه، هو اللي عمل الاسيست هنا اهو لمين؟ لبن شرقي. اذا سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هي اهم مميزات نادي الزمالك في الفتره الاخيره. اذا مهم ان انت ما يتقطعش منك الكره في وسط الملعب. ولازم يكون في ثالث واقف ورا. ثالث يعني ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا الاثنين اللي هم المساكين رامي ربيعه وياسر ابراهيم، لازم يكون في واحد من الظاهرين زي ما حضرتك يعني كنت بتلعب في الظهير الايمن، لازم يكون هو مغطي معاهم عامل التغطيه العكسيه، واحد بس اللي يتقدم والتاني يكون بيغطي ورا. ليه؟ الكره لو اتقطعت ما ينفعش يتعمل عليك ايه؟ هجمه مرتده في التحول السريع يعني من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. هجمه مرتده. اذا يبقى لازم يبقى في دخول من الاثنين اللاعبين اللي على الاطراف لداخل الملعب، وهو ده الشيء الاهم يعني اللي هو التغطيه العكسيه. التغطيه العكسيه لازم لو واحد هيروح الثاني بيرحل. هنا مهم جدا. ليه؟ لان انت عندك فرقه بتدافع وهتلعب على الهجمه المرتده. اذا مهم ان انت تخلي يعني مثلا محمد هاني او احمد فتحي بدا ناحيه اليمين، اي واحد فيهم لازم يكون مستني، تحديدا لان علي معلول دوره الهجومي كبير. دوره الهجومي اكبر. وبرده في حل ثاني ان اليو ديانج يكون مرحل سنه صغيره لورا. ليه؟ لان لو لا قدر الله حصل اي تمريره هنا هتلاقي تحول سريع، يبقى انت لازم تخلي بالك من النقطه دي. لعيبه الارتكاز تكون مصحصحه في التمريرات اللي هي في وسط الملعب. الحاجه الثانيه ان لازم الباك واحد بس يكون فيه ثلاثه ورا. ثلاثه ورا يعني لازم ظهير مع 2 مساكين. ليه؟ عشان يبقى فيه زياده دايما عدديه، يبقى عندك 3 على مثلا 2 أو 3. دي النقطه المهمه جدا لان الزمالك مميز بالتحول السريع. اذا يبقى حضرتك بتتكلم في ان من المفترض ان اليو ديانج يبقى هو المتواجد دائما امام خط دفاع النادي الاهلي. طبعا ده كساحه الالغام، وده ان شاء الله ده هيكون سر الفوز. اليو ديانج واحد من اهم اللعيبه. طيب. العمود الفقري ده واحد من اهم اللاعبين. اذا لو عندك اي مقارنات مثلا في نقطة تانية بس مهمة. نقطة الزمالك قوته برضه في الكرات العرضية. النهاردة مثل هذه المباريات تحكمها التفاصيل الصغيرة. ضربة ركنية، ضربة ثابتة، هيحاول يخطفك زي ما أتلتيكو مدريد مثلا عملت مع ليفربول، خطفوهم بضربة ركنية ورجعوا ورا. وبالتالي أنت لازم تكون مصحصح في الضربات الركنية، تكون متمركز كويس جدا. لأن الزمالك مسجل في الدوري 6 أهداف من أصل 22 من كرات عرضية. ست أهداف من أصل 22 من كرات عرضية. إذا لازم تصحصح في الكرات العرضية. الحاجة التانية الزمالك برضو عنده ميزة التسديدات من بره منطقة الجزاء. مسجلين 5 أهداف من أصل 22 من بره منطقة الجزاء، دول برضو ميزتين مهمين جدا، الكرات العرضية والتسديدات. الزمالك بيمتلك حلول. الحاجة الثالثة التحول السريع. طيب خلينا نبدأ بقى سريعا جدا مقارنات ما بين اللاعبين ونبدأ